من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه الآية المباركة تتحدث عن نعم الله الكثيرة والعظيمة على بني إسرائيل وهم اليهود، وأخبرت بأن الله تعالى أيد موسى عليه الصلاة والسلام بآيات بينات واضحات لتكون دليلاً وبرهاناً على صدق نبوته ورسالته. وما أكثر الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، آيات كثيرة لا تخفى على أحد، لا يخفى صدقها على أحد. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وكلما جاءت آية تبعتها آية أكبر منها، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام بآيات إلى فرعون وقومه، وجاء بآيات ومعجزات إلى قومه هو. ومن تلك الآيات والمعجزات التي بعث بها إلى قومه هو انشقاق البحر، وإهلاك فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ومن تلك المعجزات أن أحيا بني إسرائيل لما أصابتهم الصاعقة فماتوا، فأحياهم الله تعالى بعد موتهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ومن المعجزات العظيمة أيضاً أن ظلل الله تعالى عليهم الغمام من شدة الحر،
وأنزل عليهم طعاما من الجنة وهو المن والسلوى، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن المعجزات أيضا التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام لقومه هو أن أنبع الله تعالى له الماء من الحجر ومن الصخر لما اشتد عطشهم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. ومن تلك المعجزات العظيمة أيضاً أن رفع الله تعالى واقتلع الجبل فرفعه فوق رؤوسهم، فلما أيقنوا بالهلاك خروا ساجدين تائبين. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ومن المعجزات أيضا الكثيرة أن الله تعالى أحيا لهم قتيلا لا يعرفون من الذي قتله، أحياه الله تعالى فأخبر بقاتله ثم مات. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كل هذه المعجزات قابلها اليهود بالتعنت والاستهزاء والعصيان. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. من الذين آدوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، لقد ضرب بعصيانهم المثل، أصبحوا مثلا في عصيان أمر الله تعالى. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رفضوا الانصياع لأمر الله تعالى في جميع أحوالهم، لم يقبلوا أمرا ولم ينصاعوا لتوجيه ولم يصدقوا ولم يؤمنوا مع كثرة هذه المعجزات البينات الواضحات. ومن ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فدخلوا فبدلوا فدخلوا على أدبارهم يزحفون وقالوا حبة في شعرة. انظروا، أمرهم الله تعالى بأمرين: ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أدبارهم استهزاء وعنادا وعصيانا، وقال لهم قولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة حبة شعير. ومن أبرز صور عصيانهم ورفضهم الانصياع لأمر الله تعالى حينما قال الله تعالى لهم وأمرهم موسى بذلك، فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وبعد أخذ وعطاء قالوا تلك الكلمة في نهاية المطاف: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إساءة أدب مع الله تعالى ووقاحة. وعصيان واضح. دائما ما كان الله تعالى يذكرهم بهذه النعم التي أنعم بها عليهم قائلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نتيجة لكل هذا التعنت وهذا العصيان أنزل الله عز وجل بهم عقوبته وبأسه وعذابه في الدنيا، هذا في الدنيا قبل الآخرة. وإذا رجعنا إلى الآية الأولى يتبين هذا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا الذي حصل، أنزل الله بهم عقوبات متوالية، عقوبة تتبعها عقوبة، وعلى حسب ذنوبهم وعصيانهم وتعنتهم واستهزائهم وخبث طويتهم نزلت بهم عقوبات كثيرة. أول هذه العقوبات أنزل الله تعالى عليهم غضبه وسخطه. قال الله تعالى لهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى عنهم: وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. روى الترمذي في سننه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. ومن عقوبات الله تعالى لليهود أن طبع على قلوبهم وضرب عليها القسوة، وقسوة القلب عقوبة من الله تعالى. ولهذا قال جمع من السلف: ما ضرب عبد بعقوبة
أشد من قسوة قلبه، وهذا الذي حصل في اليهود، أصبحوا أقسى الناس قلوبا وأغلظهم أكبادا. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال تعالى عنهم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صدق الله، اليهود أقسى الناس قلوبا بين شعوب الأرض. ما فعلوه ويفعلونه في غزة أكبر دليل. تأثر بأحوال الأطفال والنساء والشيوخ والدمار الذي حصل في غزة، تأثر به كل عاقل في الأرض إلا هم. قلوبهم قاسية، لا ذرة فيها ولا رحمة، لا ذرة، ليس فيها ذرة رحمة. والله تعالى إذا غضب على إنسان جعل قلبه قاسيا كالحجر. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وكذلك الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ومن عقوبات الله تعالى لليهود أن أنزل عليهم لعناته المتلاحقة، كلما بدلوا نزلت عليهم اللعنة، وكلما عصوا نزلت عليهم اللعنة، وكلما استهزأوا نزلت عليهم اللعنة، وهكذا. فقد نزلت عليهم اللعنات بسبب عصيانهم وعدوانهم وتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نزلت عليهم لعنة الله تعالى بسبب سوء أدبهم مع الله عز وجل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، ولعنوا بما قالوا. حقت عليهم لعنات الله تعالى بسبب كتمانهم الحق وهم يعلمون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حقت عليهم لعائن الله بسبب تحايلهم على الشريعة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. حقت عليهم لعائن الله لأنهم غيروا معالم التوحيد. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حقت عليهم لعائن الله لأنهم أكلوا ما حرم الله تعالى عليهم. جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت على اليهود الشحوم فجملوها وباعوها، أي أذابوها وباعوها. وكذا يا عباد الله، من عقوبات الله تعالى على اليهود أن مسخ بعضهم قردة وخنازير: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. من عقوبات الله تعالى على اليهود أو لليهود الضياع، التيهان في الأرض،
لما قال الله لهم ادخلوا الأرض المقدسة فرفضوا، قال الله تعالى عقوبة لهم: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يضيعون، يتيهون يعني يضلون الطريق، ضاعوا في الطريق، فجعلوا يمشون عامة يومهم وليلتهم ويعودون إلى المكان نفسه، هكذا 40 سنة يدورون كما يدور الحمار بالرحى ويعودون إلى المكان نفسه، عقوبة من الله تعالى لهم. ومن عقوبات الله تعالى لليهود أن حرم عليهم طيبات كانت حلالاً، فلما عصوا أمر الله وتعنتوا حرمها الله تعالى عليهم. قال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ومن عقوبات الله تعالى لليهود أن قطعهم ومزقهم وفرق جمعهم في الأرض، فلم يجتمع لهم شمل ولم تقم لهم دولة إلا في أيامنا، يوم أن تعاون الغرب وأهل الصليب فجاءوا بهم وأعطوهم أرضاً غير أرضهم، وإلا هم مشردون في الأرض مقطعون. قال الله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نحن أمام طائفة هي أخبث من خلق الله تعالى على وجه الأرض، فلذلك شرهم مستطير وبلاؤهم على المجتمعات كبير. نسأل الله أن يكسر شوكتهم وأن يغل أيمانهم وأن ينصر إخواننا المجاهدين عليهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله باري البريات المطلع على السرائر والنيات، وعد من أطاعه بصلاح الأحوال والتمكين في الأرض، وأوعد من خالف أمره وعصاه بنزول العقوبات. وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد الأتقياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد. ومن عقوبات الله تعالى لليهود أن سلط عليهم على مدار التاريخ في كل زمان من يسومهم سوء العذاب، يبيد خضراءهم ويستحل دماءهم ويأخذ أموالهم. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا ما حصل في كل زمان، كما قلت لكم يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. في القرن السابع قبل الميلاد سلط الله عليهم ملك آشور، قتلهم، سباهم، أخذ أموالهم. سلط عليهم بختنصر مرتين، أسرهم، اجتاحهم، أذل كبرياءهم، فرق جمعهم، قتل رجالهم، سبى نساءهم. سلط عليهم جيوش الإسكندر
فساق 100,000 أسرى منهم بين يديه إلى مصر، تسلط عليهم الرومان، أذلوهم، قتلوهم، أهانوهم، أخذوا أموالهم واستحلوا دماءهم. وهكذا بقي الحال، هكذا أصبح حالهم، أذلة صغيرين، مقهورين، مفرقين، ممزقين، حتى جاء الإسلام. واليهود هكذا جماعة هنا وفي هذا البلد وفي تلك المنطقة. جاء الإسلام وبعضهم في المدينة النبوية، بعض القبائل من اليهود، يهود خيبر، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، جاء عليه الصلاة والسلام فكتب معهم معاهدة على التعايش المشترك في المدينة، ولكل دينه ومعتقده، وأن يحموا المدينة سويا، وأن يكونوا يدا واحدة على من أرادها بسوء. ولكن ما إن كتبوا تلك الوثيقة ولم يجف حبرها بعد إلا وغدروا ونكثوا العهد، فأحلوا أنفسهم دار البوار. وكان أول من نقض العهد بنو قينقاع. دخلت امرأة مسلمة محجبة إلى السوق، جلست إلى صائغ يهودي، راودها على كشف وجهها فأبت، فجاء رجل فشبك ثوبها إلى ظهرها فقامت فانكشفت فصاحت، فأقبل مسلم غيور على اليهودي فقتله. اجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام، جمع جيشه وحاصر هؤلاء الناس 15 ليلة. قبلوا بعد ذلك ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم بشرط أن يحقن دماءهم، فأجلاهم وأخرجهم من المدينة وذهبوا إلى الشام. هلك هناك من هلك، كانوا في خير جوار وآمن دار، ولكن ماذا تفعل لهذه الطينة الخبيثة؟ بعدها بأشهر قليلة نقض العهد بنو النضير، يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل ديارهم فقالوا هذه فرصتكم، اتفقوا على أن يلقوا على رأسه رحى ليقتلوه ويستغلوا وجوده بينهم. أخبره الوحي فانطلق إلى المدينة، جاء بالجيش، حاصرهم، نزلوا على حكمه على أن يحقن دماءهم، فوافق على ذلك بشرط أن يخرجوا وأن يجريهم من المدينة ولا يأخذوا من أموالهم إلا ما يحملونه على ظهور البعير غير السلاح. خرجوا، أجلاهم من المدينة، وفيهم يقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من آل الكتاب لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. بعدها بأشهر قليلة نقض العهد بنو قريظة، تحالفوا مع المشركين وتألبوا مع الأحزاب الذين حاصروا المدينة. فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من لقاء الأحزاب ورجع إلى بيته، فيأتيه الوحي. جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الأحزاب
وضع سلاحه واغتسل، فجاءه جبريل قال: أوضعت سلاحك؟ والله نحن ما وضعناه. أخرج. قال: إلى أين؟ أشار إلى بني قريظة. فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خرجوا، حاصرهم، اشتد الحصار، وافقوا أن ينزلوا من حصونهم، لكن أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، لأنه كان حريفا لهم في الجاهلية، وظنوا أنه سيرفق بهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وكان جريحا في المسجد، فجاء وقال عليه الصلاة والسلام: احكم فيهم. فقال سعد: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. بعدها بأيام قليلة يهود خيبر، من تبقى من اليهود ناقضوا العهد والميثاق، فحصلت حرب بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. اشتدت الحرب والمعارك إلى أن قبلوا ورضخوا وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم، فوافق على ذلك بشرط أن يخرجوا من المدينة. تهيأوا للخروج وتركوا أرضهم، وأصبحت أرضاً للمسلمين غنيمة. فقالوا: يا محمد، اتركنا في الأرض نصرعها ونقوم على شأنها، فإننا أعلم بأرضنا منكم. فتركهم وأقرهم عليها، وجعل لهم شطر ما يخرج من زرع وثمر، ثم قال لهم: إلا إذا شئت أن أجليكم. مات عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة. جاء عمر رضي الله عنه فأجلاهم وأخرجهم، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. رواه مسلم في صحيحه. هكذا يا عباد الله، ثم رجعوا إلى مشوار التمزق والتفرق والكيد والمكر بين شعوب العالم، وهنا ضاقت الشعوب بهم ذرعا. مكر وخسة وفساد وإلحاد وفتن، فاتفقوا على أن يجمعوهم في بلد واحد ليأمنوا شرهم ومكرهم وفتنهم. فجاءوا بهم إلى أرض ليست أرضا لهم، جمعوهم على حين فرقة من المسلمين وتآمر من الصليبيين، جمعوهم في هذه الأرض، وها هم يتبروا ما علوا تتبيرا. معاشر المسلمين، إن جهاد اليهود هو الحل الوحيد، الحل الوحيد لكسر شوكتهم وإطفاء نار الفتن التي يشعلونها في كل مكان. إن الذين سيقاتلونهم سيقدمون خدمة كبرى للبشرية كلها لا للمسلمين فحسب، سيقدمون خدمة للعالم بأسره. والله تعالى يقول في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وعسى أن يكون هذا الوقت قريباً إن شاء الله تعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اجمع كلمتهم يا رب العالمين، وحد صفوفهم. اللهم وحد صفهم ليقاتلوا اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن وقف معهم وعاونهم على عبادك المسلمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اعمي أبصارهم، اللهم شل أيمانهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم رد نيرانهم إلى صدورهم وإلى نحورهم يا قوي يا متين. اللهم اغفر لمن حضر هذا المسجد ووالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.